المحل. ما بدك معلم طوال على كيفك. في حوالي طواحي بيك وانا ما اعمل لك. كنت انا مقديشو، كل المقديشويون بيعرفوني يعني. بصراحة انا ما بدي معلم، يعني بدي شغيل. يعني شغيل؟ لا انت ترضى لي انا شغيل بعد ما كنت معلم مقديشو. لك اشوف يا زلمة الشغل مو عيب. طيب جيب لنا صحن فول لك. خلينا نفكر بالموضوع. شو بيشتغل الشغيل هون؟ اخي يعني بينظف الطاولات، بيشوف طلبات الزبائن، واخر نهار بينظف المحل. ليك انا راح اعطيك كل يوم 150 ليره منيح، وبتاكل بتشرب عندي، مش بيطلع لك بخشيش حلال عليك. يعني لحتى تقنعني الا بدي افكر فيها، لانه جايني عروض على سريلانكا وسنغافوره. جيب لنا صحن فول لفكر بالموضوع. بزيت ولا باللبن؟ جيب واحد زيت واحد لبن، صحن فته وشويه سيربين. لا تنسى الشاي. وصلنا اياها على كيفك. ربي تكرم عينك. شوف جانتي شبلاك يا ريال زعلان ماك بوزلي. افردها يا ريال. اضحك اضحك. مشغول بالي على الشام يا ابو ناصر ومشتاق لها. الشام شيء طبيعي تشتاق له. صدق انا عشت فيها كم سنه وكل يوم افكر فيها. مشتاق وكل يوم عم ينشغل بالي اكثر من اللي قبله. انا متاكد ينشغل بالك على امك واختك. اي والله يا ابو ناصر مشغول بالي عليهم كتير. الله يكون بعون. كل يوم بنقول بتنحل بس باينت الشغله طويله. الله وكيلك ما ضل حدا ما حط ايده فيها. يلي بيقول لك لازم تنزيل محرك وتعمل لها روداج من جديد، واللي بيقول لك اذا تركت هيك على وضعها بتصير تخلط زيت مع مي، واللي بيقول لك وحلها اذا بتحلها. زين ليش ما تجيب اهلكني؟ تجيبهم زياره ياخذون اجازات، تمون كم من يوم يريحون وتشوفوا مرتاح بالك بعد. شو رايك؟ لسه بكير على هالحكي يا ابو ناصر، بكير. تفرج. الله كبير.